بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فإن الانتساب إلى الإسلام هو أعظم وأشرف انتساب، حيث يكون العبد متحررا من سلطان الأهواء والشهوات والذل لغير الله، لله سبحانه وتعالى، متحررا في عقله وقلبه، فلا يكون خاضعا عبدا ذليلا إلا لربه تبارك وتعالى، الذي خلقه ورباه بنعمه، وكذلك أيضا الإسلام العظيم الذي هو دين الأنبياء جميعا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا نسبتنا، وذكر لنا هويتنا وصبغتنا، فقال سبحانه وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما المسلم فهو صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد، ونحن له عابدون.
وقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دينا قيما أي مستقيما، لا اعوجاج فيه ولا انحراف، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن الكفر إلى الإيمان، وعن المعصية إلى الطاعة. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وصف عظيم يصف الله به أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان مسلما أسلم وجهه وجوارحه لربه، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبد المؤمن عباداته لربه، طاعته لربه، حياته لربه، فما من حركة ولا سكنة ولا قول ولا فعل إلا ويتعبد فيه الإنسان لربه تعالى. فما من أمر وما من عبادة يحبها الله إلا وأتمر بها وتقرب لله عز وجل بها، وما من شيء يغضب الله إلا وكرهه وابتعد عنه. ويمدح الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بأنه وصى بهذه الكلمة بنيه أيضا، ويعقوب لما حضرته الوفاة ترك أولاده على هذه الكلمة: اطمأن عليهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون عباد الله. هذه النسبة، هذا الانتساب العظيم الذي بين الله عز وجل لنا، الذي بين الله عز وجل لنا أننا ننتسب فيه، ذكر الله انتسابنا، ذكر الله لنا هويتنا، ذكر الله عز وجل ميزتنا التي نتميز بها عن غيرنا، ألا وهي الإسلام ونحن له مسلمون. هذه النسبة هي أعظم انتساب لكل واحد منا
عباد الله، هذا الدين العظيم الذي هدانا الله عز وجل إليه وشرفنا به وكرمنا ولله الحمد والمنة، من أعظم النعم أن عرفنا الله عز وجل عليه وأن هدانا إليه. لم يجعلنا عبيدا لحجر ولا لشجر ولا لغيره، وإنما جعلنا عبيدا له سبحانه وتعالى. هذا الدين العظيم عباد الله دين يشمل كل منحى من مناحي حياتنا، دين هو عقيدة وشريعة، هو دين ودولة، دين أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون الطاعة له وليكون الولاء له سبحانه وتعالى والبراء من أعدائه عز وجل. عباد الله، هذا الدين العظيم كما ذكرنا وكما بينا من قبل ولا نزال نتحدث ولا نزال نردد حتى تكون هذه العقيدة ثابتة في قلب كل مسلم، وحتى يكون قلب كل مسلم منشرحا مشرقا مضيئا بهذه العقائد العظيمة التي هي أعظم ركن في انتسابنا وهويتنا، أمة واحدة، دينها واحد، ربها واحد، رسولها خاتم الرسل، كتابها خاتم الكتب، ولله الحمد والمنة. فسبحان الله، سبحان الله العظيم الذي جمع هذه الأمة على عقيدة واحدة لا تفرق بين لون ولا لغة ولا جنس ولا أرض، وإنما رابطة واحدة هي رابطة الإيمان، جمعت بين المسلمين على اختلاف أجناسهم وأوطانهم، إنما المؤمنون إخوة. عباد الله، هذا الدين العظيم، أن هذا الدين العظيم الذي هو عقيدة وشريعة ومعاملات وأخلاق، هذا الدين الذي لم يترك لنا منحى من مناحي حياتنا نتصرف فيه بما نريد إلا في بعض الأمور التي لم ينزل فيها وحي، تركها الإسلام لعلماء الأمة وأولي الأمر منهم يستنبطونها ويبحثون عما ينفع الناس من مصالح حياتهم. عباد الله، أنزل الله عز وجل القرآن ليكون حاكما للناس، أنزل الله القرآن ليكون حاكما للناس، لم ينزل الله عز وجل القرآن ليكون كتابا نصائح وعظات فقط، أو أن نجعله في بيوتنا قد تراكم عليه الغبار والتراب، أو أن يتبرك به في السيارات وغير ذلك كما هو حال كثير من المسلمين. إنما ربنا عز وجل أنزل كتابا ليحكم الناس به، ليكون نورا ونبراسا لحياتهم، ليطبقوه في كل شأن من شؤونهم. قال الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. بين الله غرضا من أغراض نزول الكتاب، وهو لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال الله سبحانه وتعالى مادحا كتابا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا
حياة للأمة، فالأمة التي لا تستضيء بكتاب ربها أمة ميتة عياذا بالله تعالى، يصيبها الخلل والفساد في جميع مناحي حياتها، كما هو حاصل وواقع للأمم التي غابت عنها شمس شريعة ربنا سبحانه وتعالى. ومدح الله عز وجل كتابه بأنه نور وشفاء وموعظة وهدى، وكذا أيضا قال تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. عباد الله، أمر الله عز وجل عباده بأن يتحاكموا إلى شرعه وأن يحكموا بشرعه. إن وقع بينهم تنازع أو اختلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فأمر الله تعالى بالحكم بين الناس بما أنزله الله في كتابه، ويحذر من اتباع أهواء الذين لا يعلمون، كما قال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. عباد الله، لقد عاش المسلمون قرونا طويلة عديدة تظلهم شمس شريعة ربنا، يطبقونها على أنفسهم ويتحاكمون إليها ويحكمون بها، فكانوا يعيشون في رغد من العيش، ويعيشون كذلك في مجد وتمكين، ساد بينهم العدل وساد بينهم الخير، لأنهم يقومون فيما بينهم بما أمرهم الله عز وجل. فلما تغيرت الأمور وتغيرت الأوضاع وغير الناس ولم يتقربوا من ربهم عز وجل، غير الله عز وجل ما أعطاهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد حدث عندما غابت شمس الشريعة حدثت مفاسد عظيمة شملت جميع مناحي الحياة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الأخلاقية، وتسلط عليهم أعداؤهم، وألقى الله عز وجل الرعب والخوف في قلوبهم من أعدائهم، ونزع المهابة من قلوب أعدائهم منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان من نتيجة ذلك عباد الله أن احتلت بلاد المسلمين. حدث ذلك في مصر هنا أولها في أواخر القرن التاسع عشر، احتلت مصر ووضع دستور لم يحدد فيه هوية البلد. تصور، دستور لم يوضع فيه هوية البلد التي هي بلد إسلامية، ثم وضع دستور 23 والذي صرح فيه بهوية البلد، وأن اللغة العربية هي لغة أهل مصر، لكنه لم يجعل شريعة الله سبحانه وتعالى مصدرا للحكم ولا مصدرا من مصادر التشريع. ثم جاء بعد ذلك دستور 49 ودستور 54 الذي جعل للقاضي يمكنه في المرحلة الثالثة أن يحكم بشريعة الله سبحانه،
ثم جاء دستور 71 وجعل الشريعة مصدرا من مصادر التشريع، ثم جاء دستور 80 الذي جعل الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، أي المصدر الوحيد، فلا يوضع قانون إلا بعد الرجوع إلى شريعة الله تبارك وتعالى. واستمر الحال على ما هو عليه إلى يومنا هذا، وهذه المادة قد وقفت في وجه كثير من أنواع الفساد والمؤامرات التي أرادها أعداء الله من العلمانيين وغيرهم، كما وقفت هذه المادة في وجه مؤامرات مؤتمر السكان المنعقد هنا في سنة 94. ثم عباد الله، فتح الله عز وجل على البلاد خيرا، بين عشية وضحاها تغيرت الأمور، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وسبحان الله، أرانا الله عز وجل آياته وبسرعة عجيبة يقف أمامها المسلم متأملا مندهشا، ينظر إلى الله سبحانه وتعالى وكيف أن الأمور بيده سبحانه. ألا إلى الله تصير الأمور، وأنه عز وجل يعطي ويمنع ويقبض ويبسط ويعز ويذل سبحانه وتعالى، وأنه يملي ولا يهمل، وأنه ينظر ولا يؤخر سبحانه وتعالى. أرانا آياته عباد الله، ونرى إن شاء الله تعالى من وراء ذلك خيرا. لكن سنة الله عز وجل ماضية، وهي سنة الصراع بين الحق والباطل، فهناك أهل حق وهناك أهل باطل، هناك أهل إيمان وهناك أهل كفر وعصيان، وهناك دعاة إلى الله وهناك دعاة إلى الشر وإلى الشيطان وإلى غير الله سبحانه وتعالى. عباد الله، من المتغيرات التي نراها أمام أعيننا ونرى فيها كثيرا من المصالح والخير، هذه التغييرات والتعديلات التي أصابت الدستور الحالي الذي ذكرنا أن المادة الثانية فيه تنص على أن دين الدولة الرسمي هو دين الإسلام، هذا توضيح للهوية، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذه التعديلات عباد الله تعديلات مست كيفية اختيار الرئيس، هذا الذي يرشح للرئاسة، فهذه تعديلات كما ستقرؤون في الورق الذي يوزع عليكم، وكما سنبين إن شاء الله تعالى بعد الخطبة، تعديلات أكثرها مصالح. ولذلك ندعو جميع المسلمين إلى التصويت بنعم على هذه التعديلات، نظرا لما فيها من مصالح، وأعظم مصلحة هو وجود هذه المادة، المادة التي تنص على هوية البلد وعلى أن الشريعة هي مصدر التشريع، وكفى بها صفة وكفى بها ميزة وكفى بها مادة، كلنا نخرج للتصويت بنعم عليها، كلنا نسارع إليها، لأن هذا كما ذكرنا دين وعقيدة عباد الله، دين وعقيدة، هذا عقيدة أن الشريعة هي الحاكمة، هذه عقيدة، فنحن نسارع إليها، نسارع إليها ومعها، ونقول نعم لهذه التعديلات
التي لم تقترب من المادة الثانية للدستور التي تبين هويتنا ومصدرية التشريع. ثم عباد الله، نقول للمسلمين هذا واجب، لا بد، وهذا واجب بمعنى أنه من باب نصرة شريعة ربنا تبارك وتعالى، ولقطع الطريق على الذين يريدون خطف الثورة، فهم فعلا الذين سيخطفون الثورة، هؤلاء العلمانيون والليبراليون. لأن هذه البلد بلد إسلامية، بلد إسلامية غالبيتها مسلمون، أكثر من 90% من أهلها مسلمون. هؤلاء العلمانيون والليبراليون يريدون أن يذهبوا بهوية هذه البلد، ويريدون أن يذهبوا بشريعة ربنا تبارك وتعالى. إذن من الذي سيخطف الثورة؟ هؤلاء الليبراليون والعلمانيون. فخطورة عدم الذهاب للتصويت بنعم أو من سيصوت بلا، الخطورة هنا خطورة عظيمة جدا. نذكر بعض جوانب هذه الخطورة. هذه التعديلات ستجعل بعد الموافقة عليها تعجيل بانتخابات الشورى ومجلس الشعب، ومن بعدها انتخابات لاختيار الرئيس. هذه التعديلات عباد الله إن تم الأمر كما ينبغي ففيه مصالح كثيرة كما ذكرنا، تثبيت المادة الثانية، ثم رجوع الجيش إلى مكانه إلى حدوده. خطر كبير أن نرى الجيش بيننا، لأن الجيش وضع أساسا لحماية حدود البلد، لحماية حدود البلد، فلا بد وأن يرجع إلى مكانه في أسرع وقت ممكن، طالما أننا نريد البناء، وطالما أننا نريد المصلحة للعباد، وهذا ما نسعى إليه. فترجع الحياة إلى طبيعتها واستقرارها. أما الذي يريد، لا يريد أن يطول فترة وجود الجيش حتى بعد الفترة الانتقالية، وهذا فيه خطر شديد كما ذكرنا عباد الله. ثم يسقط الدستور فتعيش البلد بفراغ سياسي، فعند ذلك يتعامل الجيش بالأحكام العرفية وتكون المحاكم عسكرية. كذلك أيضا إن تأخر الحال ستكون هذه الثورة ثورة أمريكية، بمعنى أمركة الثورة، وهذا ما يسعى إليه الأمريكان الآن. يريدون التصويت بلا، أمريكا تريد التصويت بلا. لماذا؟ لأن الوقت ليس في صالحهم حتى يستطيعوا أن يربطوا مع بعض الخونة من العلمانيين والليبراليين. الوقت ضيق جدا، ليس في مصلحتهم. هم يعترفون أن هذه التعديلات ستأتي بالإسلاميين إلى السلطة، وهل هذا الهدف عباد الله يختلف عليه اثنان من المسلمين؟ نريد أن نحكم بشريعة الله، نريد أن يحكمنا رجل صالح يخاف فينا ربنا عز وجل، يحكمنا بالعدل وبما شرع ربنا تبارك وتعالى. هذه هي الدولة في الإسلام، وهذه وظيفة الحاكم في الإسلام، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فأمريكا تريد أن تدخل
تأخير الوقت ليس في صالح المسلمين، إنما في صالح أمريكا. في صالح أمريكا تريد أن تكون الأحزاب العلمانية والليبرالية وتقويها، فيكون لأمريكا في أرض مصر أو في هذه الثورة على وجه الخصوص موطئ قدم. كذلك أيضا الذي يريد أن يقول لا لأنه يعلم أنه لا وجود له، لا وجود له في المرحلة القادمة، يريد أن يطول الفترة، مع أنهم يقولون نبحث عن مصلحة البلاد، ويقولون لا نريد الجيش أن يحكم، وإنما نريد الحكم مدنيا، أي الحاكم مدني، ومع ذلك يريدون التطويل الفترة لأنهم يعلمون أنهم لا وجود لهم ولله الحمد بين المسلمين. فالمسلمون وعوا الأمور ولله الحمد، لا يريدون علمانيا مجرما يفصل الدين عن الدولة ويريد تنحية شريعة الله، ولا يريدون ليبراليا متحررا من دينه ويريد أن يحرر المسلمين من دينهم، ولا يريدون دولة مدنية أي لا دينية لا وجود للدين فيها، وإنما يريدون دولة إسلامية، دولة إسلامية تحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. لذلك إذا قرأت من يريد أن يصوت بلا، ستقرأ هذه الأسماء القبيحة التي ذكرناها لكم من قبل، وستقرأ أيضا عن هذه الأحزاب التي لا وجود لها في الحقيقة. كذلك أيضا ومما نقوله للمسلمين، النصارى يدعون إلى التصويت بلا، بل أنا سمعت أحدهم يقول سنخرج المرأة الحامل من البيت وسنصوت بلا، يصوتون بلا على هذا الدستور، يريدون إسقاطه، مع أن شنود من قبل قال نحن نريد المادة الثانية وإبقاء المادة الثانية وهكذا، صرحت الجمعية الوطنية القبطية بأنهم سيقولون لا وسيخرجون جميع النصارى من بيوتهم للتصويت بلا. ولا يقول هذا إلا متعصب، أما العقلاء منهم فيدعون إلى التصويت بنعم. الدكتور نبيل لوقا، وهذا نصراني لكنه عاقل منصف، قال الشريعة الإسلامية خير للناس، ولا يمنع من تطبيق الشريعة إلا متعصب، إلا متعصب أي من النصارى. فلذلك عباد الله، لابد للمسلمين أن يفهموا الآن، لابد وأن نفهم، دعكم من الفترات السابقة من العقود الظالمة البائدة البائرة التي لم يكن المسلمون يعرفون فيها شيئا، الآن كونوا على وعي، العلم هو النجاح، العلم هو النجاح، لتعرف حقك أين هو وتأتي به عبد الله. كلنا مسلمون، عندنا غيرة على إسلامنا وديننا وشريعة ربنا سبحانه وتعالى، ولن نسمح لأحد يقترب من ديننا أو من شريعتنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمؤمن ينصر ربه سبحانه وتعالى، ينصر دينه وشرعه ورسوله وكتابه. المؤمن عباد الله يدعو إلى ربه لأنه يحب أن يعبد الله وأن يذكر وحده لا شريك له، وأن يكون الدين لله تبارك وتعالى. المؤمن يحب من الناس أن يحبوا ربهم وأن يعبدوه وأن يذكروه وأن يشكروه تبارك وتعالى. فلذلك يسعى بكل جهده داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، يقول الإمام أسامة بن حماد رحمه الله: جزى الله خيرا من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة. جزى الله خيرا من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة، ولو بنصف كلمة. فهذا من إعانة للإسلام ومن نصرة دين الله تبارك وتعالى. عباد الله، مؤمن آل ياسين أتى من أقصى المدينة لينصح ولينصر المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. المؤمن يسعى ويتنقل، وكذا أيضا يسافر ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكل مجهود يبذله في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى يراه قليلا في نصرتك لربك، ترى ما تقوم به قليلا. وهذا الذي نطلبه منكم يا عباد الله، قليلا في جنب نصرة الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى حركة الكفار استحيينا من ربنا عز وجل. إذا نظرت إلى حركة المنصرين الذين يأتون من أوروبا وأمريكا إلى أدغال أفريقيا، يتركون ما هم فيه من رغد العيش ومن مدنية وتحضر إلى آخر ذلك، ليعيشوا في أدغال أفريقيا في كوخ حيث الحياة البدائية وحيث الأمراض وحيث، ويعيشوا في كوخ في أدغال أفريقيا مبشرا بالمسيح، ويقال له: أجرك كله ستجده في الآخرة، أي عند المسيح عليه السلام. فهؤلاء أهل دين باطل محرف، يدعون إلى كفر، يتحركون من بلادهم ويتركون ما هم فيه للتبشير بدينهم. فأولى ثم أولى بأهل الحق أن يبذلوا في سبيل نصرة دينهم، وأن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى. ولا ننظر عباد الله إلى مثبط أو إلى منحرف، إنما نسمع لكلام أهل العلم. فالمرجعية إلى أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. واعلموا عباد الله أن العلماء الذين يستمسكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لن يخونوا دينهم ولن يخونوا أمتهم. فما يدعوكم إليه أهل العلم
فاستمسكوا به حتى وإن لم تصل إلى فهم المسائل، وإن لم تدري قدر المصالح، أو لم تصل إلى درجة الموازنة بين المصالح والمفاسد، أمرنا أن نرجع لأهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونحن عباد الله، والدعوة السلفية بمشايخها وعلمائها تدعو المسلمين وتدعو غير المسلمين أيضا لما فيه مصلحتهم، تدعوهم إلى التصويت غدا إن شاء الله تعالى بنعم كما ذكرنا، لتكون هوية البلد الإسلام، ولتثبيت أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للإسلام، ولقطع الطريق على الليبراليين والعلمانيين الذين يريدونها كما ذكرنا، يريدونها كفرا مسخا وإزاحة وتشويها وتحررا من دين الله تبارك وتعالى، وأيضا قطع على أمريكا أن تتدخل في شؤون المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ليبيا، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ليبيا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين، اللهم عليك بالظالمين والمنافقين، اللهم عليك بالظالمين والمنافقين، اللهم عليك بالظالمين والمنافقين، اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.